أهلا فيكم على بيت اللبناني. بحلقتنا اليوم بدنا نعمل شوربة العدس المطحونة على الطريقة التقليدية اللبنانية. المقادير كتير بسيطة، نحتاج لكوب من العدس المجروش، أكيد هون أنا مغسلته ومصفيته، بصلة وسط مفرومة، ربع كوب من الرز الصغير كمان مغسل ومصفى، ملح حسب الذوق، أنا هون حطيت ملعقة صغيرة، وربع ملعقة بهار حلو، وملعقة كبيرة كمون. بحمي شوية زيت نباتي وبزيد عليه شقفة من الزبدة، بزيد عليه البصلة المفرومة وبقلبها وبتركها لحد ما تشقر. بس تشقر البصلة بزيد العدس وبزيد الرز، بحركن مع بعضن وبرجع بزيد المي. للكمية اللي عنا أنا حطيت لتر من المي، منحركن ومنتركن على نار قوية لحد ما يغلو. بس تبلش تغلي الشوربة بوطي النار وبسكر الطنجرة وبتركن لعشرين دقيقة على نار خفيفة أو لحد ما يستوي العدس معي. وبس يستوي العدس بشيل عن النار وبزد له البهارات. بحركون وهلأ بدي اطحنهم بالخلاط الكهربائي. فينا نحركهم ونرجع نطحنهم لنتأكد انه ما باقي ابدا شيء مش مطحون، يعني بدنا تكون الشوربة كتير سلسة. من بعد ما اطحنهم كتير منيح برجع بحطهم شوية على النار تقريبا 5 دقايق بس لتسمك شوية مع الشوربة. وهيدي هي بتكون وصفتنا، صارت جاهزة للتقديم، كتير طيبة وكتير سهلة. أنا بقدمها مع عصرة حامض على وجهها وخبز محمص حدا، شي كتير طيب بنصحكن تجربوها. إذا كنتوا بتحبوا الشوربة تكون أرخى من هيك فيكن تضيفوا كباية مي زيادة عليها، بس أنا بحبيتها بهالطريقة يعني سميكة تطلع. إذا حبيتوا هالفيديو اعملوا لنا لايك وسبسكرايب، وباي باي.